اللي كنت عامل حسابه من الاول. دي مجرد عينه، مين عارف بعد كده هيحصل ايه؟ هيحصل ايه يعني؟ تفتكر انا مش هقدر ادافع عن نفسي؟ ثم انت مالك ومال يا اخي؟ فاطمه انت بتكلميني كاني عدوك. انت اللي اعلنت الحرب عليا. اولا طلبت امين يرفع قضيه على برعي، ثانيا تعمدت انك تورطني في القضيه عشان كنت ضامن انك هتكسب. اولا انا ما طلبتش امين، ثانيا القضيه دي بعتبرها خساره ليا لانها زعلتك مني، ثالثا احلف لك باغلى حاجه عندي بيكي انت اني بحبك. وايه دخل الحب دلوقتي؟ انا حب ليكي موجود في كل وقت. لا يا شيخ، اظن نسيت الكلام اللي قلته لي عندك في المكتب. قلت لك ايه؟ قلت لي الحمد لله اللي ما اتجوزناش. انا ما كنتش اقصد ابدا المعنى اللي كنت فيه. انا فاهمه كل حاجه كويس. انت لسه عاوزه شاهد على حبيبي؟ في شاهد نفي يا استاذ. احب اعرفه. كوثر هاني. انا قلت لك انها مجرد زوجة. انت مش مصدقاني؟ قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم بحبك. عمرك كنت عمري ما حبيت منك ابدا. يا مؤاخذة إذا كنت ألعبك. في إيه يا مينا؟ كوثر هانم. إيه؟ كوثر هانم. أيوة. طيب طيب. جت حسب الميعاد ومنتظرة حضرتك. يا مؤاخذة يا أستاذة. روح أنت يا مينا، أنا جاي حالا. كملناش التحليل. مالوش لزوم. اتفضل روح. مستني ايه كوثر هانم مستنياه؟ ما تبقيش عبيطه امال. من فضلك ما تعطلش نفسك، انا كمان عندي شغل. فاطمه. اوه. عادي. فاكرة عيد ميلادي؟ تبقى لسه بتحبيني. أبدا، أنا ما بحبكش ولا حاجة. ثم حكاية عيد ميلادك دي مش على بالي خالص. أمال إيه دي؟ دي هدية إدهاني واحد زبون وملهاش لزوم عندي. ومين اللي كتب اسمي عليه؟ أنا عارفة. ومين كتب كل سنة وأنت طيب يا عادل؟ لازم الزبون. كده. قولي والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. مين اللي كتب دي؟ أنا. بمناسبة؟ عيد ميلادي. وكل سنة وأنا إيه؟ تحبيني ولا لا؟ اعفيني من السؤال. انا مصمم. عيب، احنا في المكتب. طب لو عزمتك الليل على العشاء تقبلي؟ امر عليك الساعه 8؟ مش تجربي الصنف ده قبل ما تشربي القهوه؟ مش قادره يا عادل، انا عمري ما كلت قد النهارده. جربي الصنف ده هيعجبك قوي. هدية بسيطة بمناسبة الصلح، وأول ليلة نخرج فيها سوا. عادل. دي أسعد ليلة في حياتي يا فاطمة.